تحدثت السيدة ماجدة والدة المطربة الراحلة غنوة عن الأزمة بينها وبين أمير طليق ابنتها، وذلك بسبب حق حضانة حفيدها الطفل ياسين الذي شارك العام الماضي في مسلسل زي الشمس وحقق أيضا نجاحا كبيرا. والدة الفنانة الراحلة غنوة تهاجم والد حفيدها ياسين. هاجمت والدة غنوة طليق ابنتها خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، وأكدت أنه لم ينفق أي مبالغ لصالح ابنه منذ ولادته، لافتة إلى أنها كانت تتولى دفع مصروفات حضانته ومدرسته بالكامل. وعندما توفيت والدته الفنانة الراحلة غنوة، أصبحت خالته المطربة أنغام هي من تقوم بالإنفاق عليه وتدفع مصروفات دراسته. وأوضحت والدة غنوة أيضا أنها تمتلك الحق القانوني لرعاية الطفل ياسين، وأن والده لا يملك منزل ليرعى ابنه فيه، بل إنه عندما أخذه الفترة الماضية كان يقيم في منزل زوجته، لافتة إلى أن سواء منزل زوجته أو منزل والدته فكلاهما يقع في مناطق سكنية سيئة لا تناسب الطفل ياسين، وذلك بحسب ما قالت. سبب تمسك والد ياسين بحضانة ابنه. كشفت جدة ياسين عن سر تمسك والده به خلال هذه الفترة تحديدا، مؤكدة أن أمير عندما وجد أن اسم ابنه بدأ يسطع في عالم الفن اعتقد أنه بات يتلقى أجرا كبيرا، فأراد أن يكون هو المسؤول عنه، مشددة على أنها لم تمنعه أبدا من رؤية ابنه، بل على العكس كانت هي من تتصل به وتطلب منه لقاء ابنه حتى لا تتأثر حالته النفسية ويصبح بلا أم وأب. وللذكر فقد كانت أزمة الطفل ياسين عادت إلى الأضواء مرة أخرى مؤخرا بعدما نشر والده فيديو له وهو يبكي في منزله بسبب تدخل الشرطة لتسليمه إلى جدته عقب حصولها على حكم قضائي بحضانته، وأكد أمير وقتها أنه يستغيث لأن ابنه يريد العيش معه وليس مع جدته. ما تقفليش كده بعد إذنك. بص يا باشا، بص يا باشا، عشان معايا عشان عرفنا عشان نفسي بس يا باشا نيالا صوري يا حبيبتي فيديو. نيالا بتاخده، مفيش اي مشاكل، احمد ليه معلش صوري النيابه جاي تاخده بالعافيه، وياسين بيعيط.